وفي نشرة سابقة تحدث سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول أبرز المشاريع التي تم الاطلاع عليها خلال زيارة سعادة الوزير إلى المحافظة الجنوبية. المشروع الأول اللي تم زيارته وتسليط الضوء عليه هو مشروع تطوير عدد من الطرقات في المجمع 917 في الرفاع منطقة الكوار. نسبة الإنجاز في هذا المشروع الآن قاربت 60%. طبعا ونتوقع ان ان شاء الله ينتهي المشروع ان شاء الله باذن الله تعالى في ابريل قبل بدايه شهر رمضان الفضيل. كلفه المشروع كانت تقريبا 835,000 دينار. اما المشروع الاخر اللي تم زيارته هو تطوير عدد من الطرقات في المجمع 913 في الرفاع الشرقي، ايضا نسبه الانجاز في هذا المشروع يعني قاربت 40%، ونتوقع ان ان شاء الله باذن الله تعالى مع نهايه شهر ابريل بدايه مايو مع شهر رمضان يكون جاهز. اما المشروع الثالث اللي ايضا تم زيارته هو مشروع تطوير ايضا عدد من الطرقات في المجمعين 915 916، هذا المشروع بدا يعني في يعني تونا في الاسبوع الاول فيه، ونتوقع ان يعني ياخذ فتره 6 شهور، وباذن الله تعالى يعني تكلفته تقريبا هي 550,000 دينار، ويعني ان شاء الله نتوقع انه يكون جاهز ل يعني الاستخدام في شهر يونيو من العام 2020. اما المشروع الأخير وليس الآخر طبعا يعني هو يعني تقاطع شارع الرفاع مع شارع المحرق، هذا المشروع تقريبا كلفته بتكون مقاربة ل 100,000 دينار، وراح ياخذ منه بإذن الله تعالى تقريبا شهرين.